حسام حسن يصلح لتدريب المنتخب ولا لا؟ لا، هو حسام حسن مدرب كويس قوي، بس ينفع بس مع الانديه، يعني هو بس كشغله مع المنتخبات مش هينفع، يعني في لعيبه تبقى شخصيته اقوى منه، هو من النوع اللي بيحب يفرض شخصيته. شايفه يصلح، اه، لان هو شخصيته قويه وكان لاعب كبير ومعروف، وانا شايف انه يصلح انه يبقى لاعب يعني مدرب للمنتخب ان شاء الله. حسام حسن يعني مدرب فاهم كوره وبيعرف برضه ان هو يتعامل مع اللعيبه كويس، وطبعا الفرق اللي راحها طبعا هو ما خدش بطولات، بس يعني كان بيعمل اداء كويس ومشرف، يعني ينفع عشان هيرجع مثلا منتخب حسن شحاته، وعشان هو تكتيك فني عالي وهيعرف ما يعرف يمشي لعيبه المنتخب، يعني تمام يصلح احسن واحد يمسك المنتخب دلوقتي حسام حسن او حسن شحاته، واحد من الاثنين. الاجنبي مش هينفع مع مصر طبعا، يصلح هنجيب مدير فني يبقى مصري عارف اللعيبه قدراتها ايه، ما تجيبش مدير فني من بره مثلا يعني ما يعرفش على الدوري المصري، ما يعرفش اللعيبه. اه طبعا حسام حسن كان لعيب كبير قوي ومدرب بيمتاز بالاصرار والعزيمه، ودرب فرق صغيره وقدر يوصل بيها لدور كويس في الدوري يعني زي المصري مثلا، ونجوميته بتجبر اللعيب انه يحترمه ويسمع كلامه لان هو كان نجم كبير.